أفاد تقارير صحفية سنغالية بأن المنتخب السنغالي رفض مواجهة نظيره الجزائري وديا، وكتبت صحيفة ريكورد سنغالية بعنوان عريض: السنغال ترفض الجزائر، في إشارة إلى عدم رغبتهم في مواجهة المنتخب الجزائري بعد الجدل الكبير بخصوص مباراته الأخيرة أمام الكاميرون. وأوردت الصحيفة السنغالية أن بطل إفريقيا حاول إبعاد نظيره الجزائري لتجنب المواجهة الودية التي رغب في خوضها المنتخب الوطني الجزائري، حيث علق الاتحاد السنغالي لكرة القدم بخصوص هذا الموضوع: ليس هناك أي مصلحة رياضية في مواجهة الجزائر في الوقت الحالي. كما أن الناخب السنغالي أليو سيسي رفض نهائيا خوض هذه المواجهة بقوله: ليس هناك أي احتمالية للعب ضد الجزائر في هذه الظروف، السنغال لن يستفيد شيئا من هذه المواجهة. جدير بالذكر أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عجز عن إيجاد منافس لغاية اللحظة، فهل خسر المنتخب الوطني مكانته القوية بعد عدم التأهل للمونديال؟ السؤال يبقى مطروح لأجل غير مسمى. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.